قبل ما نهضر على اعلى نقطه، بغيت نهني جميع المرشحين الناجحين نهنيهم تهنئه خاصه. الحمد لله هذه السنه كان تنظيم البكالوريا في مستوى عالي. ثانيا نقص نسبة الامتحانات، وهذا شيء مهم، هذه هذا مسلسل نحو امتحانات اكثر نزاهه كتعلي الكفاءه. الناس اللي خدامين خصهم يلقاو النتائج ديالهم. بغيت نهني جميع الناجحين، نهني المنظمين ديال هذا اسمه كان، نهني بلادنا لان عدد الناجحين في امتحان البكالوريا هذه السنه ارتفع بسبع نقاط بالمقارنه مع السنه الماضيه، وهذا دليل على ان التعليم وجوده التعليم كتطور شويه بشويه، كتطور بطء ولكن كتطور نحو ما هو احسن. غادي نحاول ما امكن ندعموا اكثر باش تطور. وايضا اريد ان اهنئ اللي عندهم الاعلى ديال النقاط، ونتمنى لهم مستقبل ان شاء الله ظاهر ودراسه واتمام للدراسه ان شاء الله ناجحه. شكرا جزيلا.